من دبي قناة القاهرة والناس تنقل لكم أخبارا جديدة بصورة فريدة متنوعة ولكن متميزة. القاهرة والناس دوما بإحساس راقي وبرامج عالية الجودة. إليكم تحية من دبي عبر قناة القاهرة والناس. ومعنا الآن السيد إلي دوما مدير توزيع شركة فرونت رو بالشرق الأوسط. النهاردة اليوم الثالث على التوالي من منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بحضرتك معنا النهاردة. شكرا، أهلا فيك. سيد إلي، كلمنا أكتر عن نشاطات شركة فرونت رو بالتوزيع بالميدل إيست. أوكي، شركة فرونت رو هي شركة توزيع عمرها تقريبا 15 سنة. نحن الأساس بدبي بس بنوزع أفلام بكل الشرق الأوسط، ومنشتري حقوق الافلام مش بس للسينما، وكل شيء بيجي من بعد السينما كمان. يعني عم نحكي عن تي في، عم نحكي عن اسفود مثل نتفليكس مثل امازون، وشغلنا اجمالا from A to Z، كل شيء خاصه من شرايه الفيلم من اوله لحديد التوزيع، الشغل مع السينمات، الماركتينج، السيلز، كل البروسيس بنهتم فيه نحن. حضرتك النهارده كنت احد المتحدثين بالمنتدى، عرفنا يعني ايه يعني بعض النقاط اللي اتكلمت فيها او اتناقشت فيها النهارده بالمنتدى. انا اجمالا كنت عم بحكي اكثر شيء عم عارف عن الافلام اللي بنوزعها. نحن شغلنا بنوزع جميع انواع الافلام اكثر، بس الدي ان اي تبعنا هو بالافلام الانجليزيه، يعني الافلام هوليوود، بس كمان بنشتغل بالافلام المصريه. يعني قريبا عنا بدنا نوزع فيلم الفلوس، فيلم تامر حسني بالشرق الاوسط، قبل كان عنا فيلم خيال مقتة تبع أحمد حلمي، فيلم محمد حسين ومحمد سعد ونادي الرجال السري. يعني شركة فرونت رو هي كانت الشركة الموزعة للأفلام المصرية، صح، في الشرق الأوسط من عدا مصر. إمتى الاهتمام بالكونتنت والكاتب بنفس يعني الحجم اللي احنا بنشوف الاهتمام بالإنتاج بكل حاجة، بنيجي مثلا عند حتة الكونتنت شوية ممكن نأثر فيها كوطن عربي؟ هل انت يعني شايف ان الرأي ده صحيح ولا خطأ؟ بلا صحيح شوي، 60% 70% يعني صحيح. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة، ايه نعم، لانه هلأ كتير عم بيصير في افلام، ما بدي اقول سرقة على الافلام، على الافلام الانترناشونال، بس شوي كثير في افلام يعني بتنعمل هي عم تكون كوبي بيست على الافلام الاجنبيه، ما بيكون في اوريجينال ايديا. يعني احنا امبارح مثلا شفنا فيلم زي فيلم ترمينيتر، صح، فيلم ترمينيتر حاجه كانت يعني فعلا حسينا ان احنا انتقلنا من العالم واقعي لعالم، دخلنا جوه عالم خيال. هل تفتكر الاخفاقات اللي بتحصل دي ممكن تكون سببها راجع لان احنا بنقلد، مش قادرين نوصل للسينما الامريكيه او السينما الاوروبيه، وده لان احنا بناخد كوبي وبيست زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ما عندناش الكرياتيفيتي ان احنا نفكر، وهم بينجحوا لان هم دي حاجه بتبقى بفكرهم هم. لا، عندنا الكرياتيفيتي اكيد موجوده، عندنا الكرياتيفيتي. هم ليه بنحب نقتبس اكثر؟ اكيد في فرق، انه مثلا فيلم ترمينيتور فيلم بادجت تبعه فوق 100 مليون دولار، وكمان هيدا خامس او سادس فيلم ترمينيتور، فهن ما عندهم كرياتيفيتي كمان. أنا عم بيعيدوا زيت الفكرة وبيرجعوا بيبيعوها بغير طريقة كل سنتين. بس احنا عايزين بقى نغير الفكرة ده ونغير التوجه ده من خلال المنتديات والملتقيات اللي احنا بنعملها والمؤتمرات، يمكن تغير الفكرة وتخلينا يعني نوصل للسينما الأمريكية ونوصل للسينما الأوروبية ونعمل برضو تطور وطفرة بسينما الوطن العربي. في أكيد، وهو هلأ وجود بلاتفورمز مثل نتفليكس هلا مثلا عم ببلشوا ينتجوا اكثر اشياء عربيه، بلشوا مع السيريز الاردنيه، جايين هلا عم يشتغلوا على سيريز مصريه كمان مع محمد حفظي. هيدا الشيء مثلا حيشجع اكثر الاوريجينال ايديز، لانه هن عم بيعملوا اكثر واكثر، عم بيركزوا يعملوا اشياء اوريجينال كونتنت، يكونوا كرييتيف اكثر، يعملوا الاشياء اللي منا كثير كوميرشال. هيدا الشيء عم بيصير شوي شوي عم بيتحسن. انا مقتنع انه هلا لسنه سنتين خصوصي مع وجود نتفليكس وهيك انترناشونال بلاتفورمز عم يجربوا يصنعوا اشياء لوكال اكثر، هيدا الشيء حيشجع اكثر يصير في اوريجينال ايدياز وكرييتيف ايدياز ان كان من مصر او من السعوديه كمان. ان شاء الله ونتمنى ده، وشاكرين جدا لوقتك وسعيدين جدا بلقائك، وان شاء الله نشوفك باذن الله بالفيلم القادم اللي قلت لي من مشاريعك القادمه، وفيلم الفلوس لتامر حسني شهر واحد. نعم، شهر واحد ونعمل معاك لقاء اخر ونحتفل بنجاح الفيلم ان شاء الله. ثانك يو ليك، شكرا.
ومعنا الآن دكتور خلود أبو الحمص، رئيس مجلس إدارة أرت فورمات لاب. أهلا بيكي معنا النهاردة. أهلا فيك، أهلا وسهلا. إزاي النهاردة من خلال المنتدى رسالتنا إن إحنا نقدر يعني يكون عندنا صناعة سينما بكل الوطن العربي بالميدل إيست بنفس الجودة والكواليتي والتقنيات العالية زي الأفلام المصرية؟ أول شيء بالنسبة للملتقى اليوم أهميته هو تواجد المنتجين والموزعين العالميين اللي هم أساسيين لنا على أساس أنه نقدر نشكل صناعة حقيقية إلها مردود، مش بس مردود داخل مصر أو مردود داخل الخليج، بس أنه أفلامنا كمان تطلع خارج العالم العربي. فأهمية هذا المنتدى أنه كله منتدى عالمي وكلهم ممثلين شركات وموزعين ومتخصصين سينما عالميين، وهذا أهمية هذا الملتقى اللي هو أنك أنت تقدر توصل لخارج العالم العربي. الخلق إحنا ما فيش هناك في العالم العربي غير مصر صناعة سينما حقيقية أثبتت نفسها. فهدول إحنا مبادرتنا كأرت فورمات لاب وكمدينة الشرق للإعلام هو أنه نبني صناعة محلية في الإمارات، ومن قناعة بأنه ما في إشي بيصير بيوم وليلة، وأنه هذه خطة على مدى 3 سنين بتبدأ وبتنتهي بأنه نستثمر في الكادر، نستثمر في الممثل، الكاتب، المونتير، المخرج، لكل عوامل، كل خلينا نحكي أدوات صناعة الفيلم السينمائي. من وجهة نظرك الشخصية يعني كيف نصنع ممثل جيد عنده كل الإمكانيات وعنده كل يعني الأشياء اللي تخليه إنه هو يكون فعلاً ممثل قدير ومش يعني مش من الوطن العربي، مش من مصر؟ يعني إحنا هنا بنتكلم إن إحنا عايزين نبني سينما ونبني ممثلين أقوياء ونعمل سينما عربية في الوطن العربي. طب إزاي إن إحنا نخلي الدول الأخرى نوصل لنفس المستوى بالممثلين اللي موجودين بمصر؟ الفكرة اللي احنا مشغول عليها هي فكرة عالمية بدأت في هولندا وانتقلت للصين وتركيا، وكان هدفها هو ضخ دم شبابي في السينما اللي شوي كبرت سنة. فبالتالي نيجي لفكرة كيف انه نخلق ممثلين او كيف نلاقي الممثلين، كيف نطور الممثلين. اول شيء اللي هو الفكره انه موجود ممثلين، وعندنا هناك يعني حلين، اما نرضى في الامر الواقع وبالتالي نقول ما في هناك ممثلين في الامارات، او نرتضي فقط بالوجوه المعروفه في مصر او في العالم العربي، او انه بالفعل احنا نلاقي طرق ونخلق اماكن اللي نجذب فيها الكادر او نجذب زي ورش عمل، مش بس ورش عمل، يعني فعاليات دائمه، كاستنج دائم، اعطاء الفرصه، لانه في كثير ناس عندهم موهبة بس مش من أول مرة، لكن مش عارفين وين يروحوا. فالفكرة أنك أنت تقدري تلمس، وهلا بالتكنولوجيا وجود السوشيال ميديا والديجيتال أنك أنت تقدر تلمس يعني الناس بعدة طرق، تلفزيون، ديجيتال ميديا، سوشيال ميديا، فعاليات اللي تقدر توصل الرسالة أنه أي حدا حس حاله أنه عنده التالنت يعرف أنه في إله هناك مخرج. يعني زي أمريكا الواحد بيقدر يروح يسوي كاستينج وعنده فرص كتير، هون الإشي محدود. ففكرة أنك أنت تخلق بنية تحتية اللي تقدر أنه توصل للشخص اللي عنده موهبة التمثيل وتعطيه مجال للتطور وتعطيه مجال أنه فرص عمل، مش بس انها تكون موهبة، برضو انها تدخل في مجال الصناعة وعمل. ومعنا الان السيد دينزل هيث، هيد اوف كوميرشال لمينا ريجن. اهلا بيك معنا النهاردة. سيد دينزل، عايزين نعرف منك النهاردة البراند آيس ايه هو احدث الانجريدينز او المكونات اللي انتو يعني طبقتوها على المشروبات بتاعتكم. So we have some locally inspired flavors. In fact, right behind us here we have yellow berry, which is locally inspired mix of berries. And then we also have a number of different flavors available, everything from blue raspberry, strawberry, to even pina colada, margarita, etc. مشروباتكم بتستخدم فقط بالسينما؟ Actually, cinema is one of our core channels of business, but in fact you will find us within the UAE, Saudi, Oman, Kuwait, soon to be in Egypt as well. You will find us in many different types of businesses, including amusement parks, kids entertainment channels, convenience stores, like C-stores, even in retail outlets as well. Thank you so much for the interview. Thank you.